أهلا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من مجلة العلوم، تتابعون فيه حيثيات انطلاق فعاليات شهر اللغة العربية لأول مرة في الجزائر من تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية، والذي يطلق تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية. سنتعرف على الفائز الجزائري بالجائزة الأولى في أول مسابقة تعنى بالابتكار في مجال الاقتصاد الأزرق لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، كما سنتابع أجواء الأبواب المفتوحة في قطاع البحث العلمي الأكاديمي بورقلة، ونتعرف على الإصدار الجديد لمجلة أو جمعية الشعر التي تعنى بعلم الفلك ومواضيع أخرى متنوعة بحوزتنا. ابقوا معنا. إذن في إطار مسابقة تعنى بالابتكار في الاقتصاد الأزرق لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، تحصلت الجزائر على المرتبة الأولى بفضل عبد الفتاح حريزي، موجود معنا، أهلا بك. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة. شرف لنا أننا مثلنا الجزائر، وهذا بفضل كل الفاعلين اللي ساهموا. نعم، عبد الفتاح حريزي مدير حاضنة الأعمال لين كوباتور، أهلا بك مجددا معنا. ونسعد أيضا باستقبال محمد قربي منير إطار بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أهلا بك معنا أيضا. شكرا على الدعوة الكريمة. وزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية قامت برعاية هذه التظاهرة. سنتحدث عن المؤتمر الذي شاركت فيه الجزائر، والذي من خلاله يعني استطعنا تحصيل هذه الجائزة. هل يمكن أن نتعرف على حيثيات هذه المسابقة عبد الفتاح؟ طبيعة الحال هي ندوة يعني جهوية، ندوة جهوية لدول حوض الأبيض المتوسط الجانب الغربي، وللجزائر فيها يعني عضو فعال عن طريق وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اللي رافقنا كذلك في البرنامج اللي شاركنا به. لأن يعني البرنامج اللي شاركنا به هو تحدي تكنولوجيا الغذائية وتربية المائيات، الذي نظم هذا العام في إطار برنامج ألجيريا ستارت اب تشالنج، منظم من قبل حاضنة الأعمال الانكيوبيتور، وتنظم تحت الرعاية رعاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذلك وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. كان هذا البرنامج دار حول ثلاث مواضيع: موضوع الأكواتيك وهو تكنولوجيا تربية المائيات، الأمن الغذائي، وكذلك التكنولوجيا في مجال الفلاحة والزراعة. في هذا البرنامج قمنا بمرافقة 24 شركة ناشئة من بين 200 اللي كانوا قدموا العروض تاعهم، وفي الأخير كاين 9 اللي داو مرافقة نوعية ومام دعم مالي في إطار البرنامج. إذن في وستمات قدمنا هذا البرنامج، يعني فوالا واش درنا هذا الموسم. لو ديرولمون يعني الشركات الناشئه المستفيده، وخاصه الاثر تاع البرنامج. واللجنه التحكيميه تاعهم قامت بتقييم اكثر من 50 برنامج على حد علمنا، برنامج اللي يقيسوا في هذا تطوير المهارات في مجال الاقتصاد الازرق. وفي الاخير كان الاختيار علينا، لاننا رحنا ايضا الى روما وين تم تنظيم هذا الندوة، وقمنا بعرض امام الـ يعني اللجنة التحكيمية والبوبليك اللي كان حاضر، واللي في الاخير يعني قدموا لنا هذه الجائزة الاولى لفئة تطوير المهارات ومرافقة الابتكار في مجال الاقتصاد الأزرق. كيف كانت أجواء المنافسة؟ عدد المشاركين؟ من هم المشاركون؟ ربما السيد قربي يعطينا تفاصيل أكثر. الندوة التي نظمت في روما لمبادرة وستمد، اللي كانت فيها أكثر من 10 دول مشاركة من غرب الضفة الشمالية والجنوبية اللي حوض البحر الأبيض المتوسط. التسجيلات كانت من خلال وسمينا الرقمية،
الجزائر ومن خلال السيد حريزي ممثل حضنة الأعمال والإنكوباتور وبرنامج تحدي الجزائر المؤسسة الناشئة، هي عينة من الجزائريين اللي شاركوا في هذه المسابقة لأنه كانت فيها أربعة محاور كان فيها العديد من مؤسسة الناشئة ذات صلة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية شاركت، وعكون النتيجة كانت في ساعات قبل تنظيم هذه التظاهرة. المنافسة كانت قوية وبين الدول المشاركة أكثر من 10 دول، أكثر من 50 برنامج كان محل معاينة ودراسة من طرف لجنة التحكيم الدولية، والحمد لله الاعتراف كان بتثمين القدرات الجزائرية، وأنه حتى في الجزائر فيه برامج تعنى بتطوير الابتكار في مجالات متعددة لا سيما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. احنا نقولوا اعتراف كيكون في الجزائر هو مشرف، ولكن تشريف العالم الوطني وتشريف حتى القدرات الجزائرية في المحافل الدولية عندها طابع أكثر، وحتى كذلك عنده دفع أكثر لأنه مناخ الابتكار المقاولاتية اليوم مناش الجزائر ليست وحدها في العالم، لكن فيه العديد من الدول كذلك التي تعرف التطوير وحتى المنافسة، لأنه احنا ماذا بينا أصحاب المشاريع المبتكرة وأصحاب الحلول المبتكرة وحتى الفاعلين في المناخ هذو يحتكوا بالمستوى الدولي وينافسوا حتى على المراتب الدولية، والحمد لله اليوم هي تثمين لواحدة من أهم المبادرات اللي قام قطاعنا والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة المؤسسة الناشئة بمرافقتها، لأنه ما يخفلكش الخبراء الأجانب ما يجاملوش الخبراء الأجانب بكل لذلك أود أن أعرف يعني نوع المشاريع المشاركة، ما هي أنواع المشاريع التي شاركت في هذه المنافسة، وما هي أوجه القوة في المشروع الجزائري الذي تحصل على الجائزة الأولى؟ هي نتكلم يعني على الفئة تاعنا، هي فئة تطوير المهارات ومرافقة الابتكار في الاقتصاد الأزرق. يعني العوامل المهمة واللي بها يعني نقولوا لي كريتير دو سيليكسيون، يعني عوامل الاختيار، كانت حول اولا الاثر نتاع البرنامج، يعني الاثر تاعو في المرافقة، الاثر تاعو في تطوير المهارات، ولما هما شافوا بلي عندنا عدد كبير من الشركات الناشئة اللي قمنا بمرافقتهم وعدد كبير ايضا من الفاعلين اللي كانوا ناشطين في اطار البرنامج مثل الخبراء، يعني بلا ما نتحدث على الوزارات اللي كانوا يرافقوا فينا، وكذلك ايضا خبراء اللي جاوا من مدارس عليا، خبراء اللي جاوا هما مقاولين في مجالات مختلفه، وكذلك خبراء اللي هما يعني عندهم ثاني دي زيكسبيريونس لانترناسيونال. يعني الجانب تاع الايكو سيستم اللي نسموه النظام البيئي الذي قمنا بتنظيمه حول البرنامج تاعنا، يعني هذا عامل مهم، وكذلك عامل اخر اللي هو قدره هذا البرنامج في التطور الى ما بعد، يعني راح نقولوا الحدود الجزائريه، يعني هذا البرنامج يقدر يقدم اضافه ايضا لمختلف دول الحوض الابيض المتوسط. نعم. لاننا من في اطار هذه المسابقه وهذه المشاركه قمنا باقتراح مبادره لتقيس العشر دول نتاع حوض الابيض المتوسط الجانب الغربي، واللي تكون تقيس الابتكار في مجال الاقتصاد الازرق، لانه هذا مجال نخدموا فيه احنا، مجال يعني تنظيم التظاهرات، مجال تنظيم البرامج المرافقه، هذا مجال فيه منذ 6 سنوات. اذا طيله 6 سنوات نظن انه اليوم رانا قادرين برفقه كل الفاعلين اللي رافقونا في السنوات الماضيه وهذا الموسم قادرين نقدموا مشروع اللي يكون على مستوى حوض الابيض المتوسط، واللي يمكن من يعني تعزيز موقع الجزائر من جانب الابتكار في المنطقه، ويمكن ايضا الشركات الناشئه انه يكون عندهم فرص مع دول اخرى، فرص شراكه، فرص مرافقه، فرص تمويل كذلك، وهذا ما رانا نعملوا عليه ما بعد يعني الفوز تاعنا، رانا نخدموا بوكو بلوس على هذا الشيء. سنعود لهذه النقطه، اود ان نعود لي يعني مكانه الاقتصاد الازرق في تعزيز الاقتصاد ويعني والامن الغذائي ككل. نعم، هو الاقتصاد الازرق هي مقاربه
نقولوا اسمها جديده في السنوات الاخيره، التي تعنى بمختلف النشاطات الاقتصاديه التي تكون في سواء في الوسط البحري او الشريط في اليابس القريب من البحر والمسطحات المائيه، لانه ما يخفلكش انه الاقتصاد الازرق هنا في الجزائر قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيديه هو الوزاره المكلفه، لكن نعمل بالتنسيق مع العديد من الوزارات من السياحه الطاقه البيئة التعليم العالي حتى المؤسسة الناشئة وغيرهم من القطاعات ذي صلة. ما يخفلكش أنه اليوم حيز النشاطات هذو فيه ترابط وفيه حتى اتصال ما بين مختلف النشاطات ذات صلة، لأنه اليوم ما فيهش صيد بحري بدون اتصال مع الجانب البيئي، ما فيهش تطوير البحث بدون الاتصال مع البحث العلمي، ما فيهش فيه العديد من النشاطات ذات صلة بقطاع الاقتصاد الأزرق. اليوم المبادرة أو الحلول التي تفضل عليها تفضل بها السيد حريزي في إطار مختلف المشاريع الناشئة اللي تم اكتشافها من خلال هذه المناسبة، هي بإمكانها تكون حتى مشاريع التي سوف تأخذ من السوق الموجودة في الضفة الأخرى، لأنه اليوم الهدف من مرافقة المؤسسة الناشئة ليس من أجل اقتراح حلولها إلا في أرض الوطن، لكن كذلك حتى تصدير هذه الخدمات والعمل على تنويع النشاط الاقتصادي في الجزائر، لأنه اليوم فيه مشاكل ممكن بيئية ليست حكرا على الجزائر، لكن هي في كل الضفة بإمكان هذه الحلول الاستعانة بها أو حتى بيعها، لأنه الهدف من المؤسسة الناشئة هو نشاط اقتصادي ربحي عنده نمو سريع، ولكن حتى كذلك المنافسة على الأسواق سواء محليا أو حتى دوليا. اليوم نقول بلي نعم فيه مشاريع مبتكرة جزائرية في إطار الاقتصاد الأزرق، سواء عندها علاقة بالطاقة النظيفة أو عندها علاقة بتكنولوجيا الغذاء أو حتى الحلول الرقمية، بإمكانها أنها كذلك تكون حل تسويق على الفضاء سواء الجهوي او حتى الفضاء الدولي، واقتراح مبادره خلال العرض اللي تفضل به انه سوف الجزائر تقوم بتنظيم هذه المسابقه من خلال المنصه الرقميه الذين قاموا بتطويرها. نعم الجزائر بامكانها انها تستقطب مشاريع اخرى، بامكانها ان تسوق صوره حتى المشاريع الناشئه وحتى حاضنه الاعمال، لانه اليوم من خلال حاضنه الاعمال الانكيوباتور الجزائر عندها امل باش نقوموا بتسويق هذه المنتجات الى الخارج. وبصوره عامه الاقتصاد الازرق هي فرصة للعمل بتناغم مع العديد من القطاعات، ومبادرة وست ماد هي فرصة لإبراز والاستفادة كذلك حتى من الخبرات الموجودة، وإن شاء الله راح تكون فيه العديد من التبعات الإيجابية لمشاركة الجزائر في هذه التظاهرة، كما هو نفس الشيء بالنسبة لمبادرة أخرى سواء تعنى بالفلاحة أو تعنى بالسياحة أو غيرها. نعم، لكن قمتم باختيار الاقتصاد الأزرق يعني وعيا منكم بأهمية هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي، ليس كذلك؟ طبيعة الحال احنا في إطار التحدي التكنولوجيا الغذائية اللي قمنا بتنظيمه من شهر مارس إلى شهر ماي، قمنا بتحديد هاد المواضيع والمحاور برفقة الشريك تاعنا اللي هو وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. لما قررنا أن نقيسه مجال الأمن الغذائي، مجال الفلاحة، وكذلك محور رئيسي هو تربية المائيات، لأنها لأول مرة في الجزائر يكون برنامج لمرافقة الابتكار أو مسابقة لتقيس تربية المائيات، وقمنا بهذا الاختيار بالنظر كذلك إلى التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية، وكذلك المشاريع اللي رام طوروها الشباب وشفناها في السنوات الماضية واللي تقيس هذا المجال تربية المائيات. إذا تثمينه يمر عن طريق تنظيم هذا النوع من التظاهرات، عن طريق تكوين راح نقوله ولا وضع استاد دي جروب دو ترافاي دي جروب دو ريفليكسيون لكيما اللجنة المتعددة للمتعددة القطاعات للأمن الغذائي. لثاني كانت عندنا من عندهم
ان اكومبانيومون طري بينيفيك اللي خلى هذه التظاهره تقدم مرافقه نوعيه للشركات الناشئه، وهذا ما يعني قدم اضافه لنا كبيره في المشاركه تاعنا في ويستمد لما الخبراء شافوا الاثر اللي كان عند التظاهره. طيب الخطوه المواليه في بالنسبه لحاضنه لين كوباتور بالنسبه لنا احنا هذا العام اون اورغانيزي دونك لو فود تيك ستارت اب تشالنج، بعدها الفينتك ستارت اب تشالنج، لوجيستيك ستارت اب تشالنج، والان ان شاء الله الاسبوع القادم على مستوى العاصمه راح يكون حفل اختتامي لبرنامج التحدي الجزائري لمؤسسه الناشئه في طبعته الثالثه هذا العام، واللي راح يكون فيه كل الشركات الناشئه التي تم اختيارها من كل برنامج، وكذلك كل الفاعلين في مجال الابتكار، وراح يكون ملتقى اللي بعدها نثمنوا فيه العمل اللي قاموا به كل هذا الفاعلين في اطار التحدي الجزائري لمؤسسه الناشئه، وكذلك نعرضوا فيه برنامجنا للموسم القادم، وين كما تفضل الاستاذ قربي اننا طورنا منصه الكترونيه اللي تسهل المرافقه للشركات الناشئه واختيارها في اطار برامج تكوينيه وبرامج ابتكاريه، وراح نقيسوا لهذا المجال مجال تربيه المائيات في طبعه ثانيه تكون اكثر تطورا، تكون باثر اكبر بمعيات يعني الوزارات اللي رافقونا هذا الموسم، ونزيدوا كذلك ان شاء الله يعني شراكات مع العالم الخارجي لتثمين هذا العمل وتمكين الشركات الناشئه من الولوج الى اسواق عالميه ان شاء الله. ان شاء الله. سيد قربي تعملون يعني على يعني او عفوا تعملون على مرافقه هذه المؤسسات الناشئه وعلى دعمها، هل من مشاريع يعني اخرى في المستقبل في هذا الاطار؟ هو التطرق لملف المؤسسه الناشئه في قطاع الصيد البحري وتربيه المائيات عنده منطلق، والمنطلق الاساسي اللي مرافقتنا هي الاستراتيجيه القطاعيه التي يشرف عليها السيد سفيان هشام صلواتشي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيديه، من خلال ورقة الطريق القطاعيه التي تنبثق كذلك من تعهد السيد رئيس الجمهوريه، واللي تلك هي راها في اطار برنامج وسع عمل الحكومه. الابتكار اليوم هو واقع وحل مسلج اليه كل القطاعات. احنا عنده حيز جد مهم في استراتيجيه القطاع، وبروز الاهتمام هذا يكمن من خلال وسمدة تنظيمنا لي وسمواكتب هذه المقاربة الاقتصادية الهامة، مدى كذلك حتى مرافقتنا وسلي الفاعلين في المناخ، وكذلك مدى مرافقتنا المؤسسة الناشئة اليوم ما يخفلكش اليوم الحمد لله مع إنشاء الوزارة التي تعنى باقتصاد المعرفة المؤسسة الناشئة، تم كذلك استحداث لجنة وطنية لمنح العلامات سواء للأفكار المبتكرة أو المؤسسة الناشئة أو حاضنة الأعمال، ويوم بعد يوم عملية منح العلامة تتم تحت إشراف السيد وزير القطاع، وكذلك يوم بعد يوم حنا نقوم باكتشافهم والعمل على مرافقتهم حتى تتجسد المشاريع محليا، لأن المشاريع اكيد اليوم راح تقوم بايداع طلبات من خلال المنصه الالكترونيه اسمها startup.dz، لكن بعد الحصول على العلامه الهدف هو كيف تتحول هذه المشاريع الى مشاريع اقتصاديه خلاقه للثروه، خلاقه لمناصب شغل، وحتى كذلك وسليمه لها المنافسه على فرص النجاح على المستوى الدولي. اليوم من خلال اللجنة الوطنية تم إصداء العلامة لأكثر من 38 مؤسسة ناشئة في تربية المائيات التي تحت الصدارة، مشاريع جد ابتكارية سواء تدمج ما بين الفلاحة وتربية المائيات، الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، استعانة بتقنيات جد إيكولوجية، الاستعانة بتقنيات تحكم رقمية حديثة، وهنالك مشاريع كذلك حتى تعنى ببرمجيات لمساعدة مشاريع الصيد البحري وتربية المائيات، فيه كذلك حتى مشاريع من أجل صناعة مدخلات تربية المائيات والصيد البحري. اليوم ما يخفلكش أنه الابتكار في مصطلح الواسع هو تقديم حلول اللي عندها نجاعة اقتصادية
وكانت في وقت مضى وسيتم استيراد هذه الحلول من الخارج. وإحنا اليوم من خلال حتى التنسيق مع شركائنا في التعليم العالي أو حتى التكوين المهني أو غيرها من القطاعات، احنا حتى المذكرات التخرج رانا نشجعوا بالشباب يقوموا باختيار مواضيع التي تعالج مشاكل ومن خلال حلول ابتكارية. وحنا حلول ابتكارية، يعني يمكن القول أنه هناك الحلول، هناك التقنية لدى شبابنا الحمد لله الذي يتحكم في التقنية. أكيد اسم الجزائريين عندهم ميزة أنهم مبدعين واسم الفطرة، عندهم قدرة على التأقلم وعندهم قدرة كذلك حتى التكييف. بعض الحلول التي كانت موجودة في دول سواء أسيوية أو أوروبية أو في القارة الأمريكية، تكييفها بمدخلات جزائرية، تكييفها من أجل حلول عملية، لأنه ما يخفلكش أنه اليوم تكييف حل لمشكل يعاني منه قطاع ما سواء قطاعنا أو غير قطاعات، هي حتمية علينا، لازم نرافقهم ولازم نشجعهم، لأنه اليوم الفرص متاحة من خلال استحداث حتى الصندوق الوطني لتمويل المؤسسة الناشئة ISF التي تشرف عليها الوزارة المتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة، هي فرصة من فرص تمويل المشاريع. والحمد لله ما حتى في قطاعنا عندنا العديد من المشاريع التي تم تمويلها من هذا الصندوق، ومن خلال المنافسات من خلال مختلف التحديات اللي يشرفوا على تنظيمهم العديد عبر الوطن سواء كان في الوسط الجامعي أو من خلال تظاهرات خاصة أو من خلال حتى كذلك تظاهر يشرف عليها حاضنة الأعمال والإنكيباتور، تم اكتشاف العديد فيه من فازوا وتحصلوا على المرافقة وعلى التمويل. رانا نعمل من أجل مرافقتهم، وفيه كذلك ما فاتوش مثل في المنافسة أو التحدي هذا، هم وصلي فيتيو الشامبيون، هم الناجحين المستقبليون إن شاء الله، بإمكاننا العمل معهم على تطور مهاراتهم على موافقتهم من خلال الدراسة الاقتصادية، من خلال حتى الندمجة إن شاء الله. اليوم ماذا بينا إن شاء الله حتى الشباب اللي يقوموا بتطوير مشاريعهم من خلال التقرب من الحاضنات أو التقرب من وسم الجامعات، أنهم يقوموا بتطوير الحلول تاعهم، وعكم إن شاء الله رحين يكونوا في المستقبل القريب مؤسسات متجسدين على مستوى المحلي، كل في ولايته كل في بلديته. والحمد لله ما حتى اسم السلطات سواء العليا أو السلطات المحلية تشجع أصحاب المؤسسات الناشئة. اليوم احنا نهضروا على تعزيز الأمن الغذائي اللي هو محور جد مهم في قطاعنا. نعم. الأمن الغذائي يكون بالاستعانة بالحلول الذكية، يكون الاستعانة بالحلول صديقة للبيئة، يكون الاستعانة بالحلول التي تعمل على تثمين المدخلات، لأنه في مشروع اقتصادي إذا كان فيه اللجوء إلى استيراد كل لهذا الحل ما قمناش بتغيير كثير، لكن إذا فيه حلول بمدخلات جزائرية، بطاقة جزائرية، بحلول مستدامة أو حتى بحلول تنافسية، هذا الشيء اللي نطمح له إن شاء الله. هو المطلوب. نعم. طيب عبد الفتاح حريزي، من هذا المنبر وبالنسبة للشباب الجزائري، هل تحويل الفكرة إلى مشروع ومشروع يفتك جوائز في منابر دولية، هل هذا الشيء صعب؟ وماذا يتطلب؟ نقولوا يعني شيء يتطلب العمل. كل شيء يعني اليوم صعوبة تتعلق بالعمل اللي تقوم به، لما تقوم بالجهد اللازم، لما يكون عندك المرافقة اللي لازمة، لما تكون المثابرة والإرادة كاينة، تنقص صعوبة بمرور الوقت. اليوم حاملي المشاريع رانا نشوفوا الله يبارك، كاين يعني العديد من الطلبة أو الخريجين ولا اللي ما قاموش بدراسات، اليوم راهم قادرين يطوروا مشاريع ابتكارية وحلول ذكية اللي عندها تعود يعني بالفائدة للاقتصاد الجزائري والمستقبل الجزائري والدولة الجزائرية وكل يعني الفاعلين. إذا بالنسبة للصعوبة في هذا يعني راح نقولوا البروسيس تاع نجوزوا من فكرة إلى مشروع، لذلك هو صعب طبيعة الحال. نعم. لهذا فإن كاين هياكل الدعم، هياكل المرافقة اللي هما ديزانكيباتور مثل حاضنة الأعمال
نتاعنا والعديد من الحاضنات على مستوى الوطن اللي يقوموا بهذا العمل تاع مرافقة حاملي الأفكار لتمكينهم من يعني تجسيدها على أرض الواقع، مشاريعهم في أرض الواقع والمرور من الفكرة إلى المشروع. وكذلك كاين هاد يعني لي فون دانفستيسمون كما يعني الألجيريا ستارت اب فاند، كاين اللجنة أيضا اللي تمد هذه العلامة اللي تعطيك نوع من المرافقة على مستوى الإدارات، على مستوى الإدارات العمومية، وين تقدر تدي فوائد جبائية وكذلك تسهيلات في فتح الشركة. وكاين العديد من يعني اليوم التسهيلات اللي نقدموهم لحامل المشروع من أجل باش يعني يركز وفقط على تطوير المشروع تاعه، يعني ما يكونش عنده عراقيل إدارية إدارية، عراقيل مالية، يكون مركز على تطوير المشروع، وهذا ما يسهلوا المأمورية كما تحدثنا. نعم، كل التوفيق إن شاء الله، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، تشهد هذه الأيام انطلاق فعاليات شهر اللغة العربية لأول مرة في الجزائر من تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية. عن هذه الأيام والاحتفائية باللغة العربية ومختلف التظاهرات التي ستقام بهذا الشهر يحدثنا البروفيسور صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. أهلا بكم، ونعلن من خلالكم عن انطلاق فعاليات الشهر اللغة العربية الذي ينطلق من جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية شلف، وسيكون عبر محطات عددها 21 محطة. هذه المحطات منها محطات دولية، منها محطات وطنية، وتمس مختلف الجامعات ومراكز البحوث ومخابر اللغات والمجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة والمكتبات الوطنية، من شلف إلى الأسبوع الثاني في جانفي في المكتبة الرئيسية لأم البواقي. هذه التظاهرة الوطنية لأول مرة يكون عبر شهر اللغة العربية، وقد أضف عليها السيد رئيس الجمهورية الرعاية السامية، ولأول مرة يحصل في دولة الاستقلال وأول دولة تطبق طبعا شهر اللغة العربية. كنا اخترنا أن يكون شهر ديسمبر نظرا لتزامنه مع اليوم العالمي للغة العربية 18 من ديسمبر. هذا اليوم طبعا يجعلنا نحتفي ب الفعاليات التي تصادف هذا اليوم العالمي. والآن اللغة العربية نظرا لقيمتها الأممية ولقيمتها للحضارة الإنسانية، فإننا ارتأينا أن تدور أعمالنا في باب العمل على الجمع بين رهان العولمة وبين رهان المنظمات الأممية التي تستعمل فيها اللغة العربية، وعددها 21 وكالة، فأنعم به من هذا المكسب الذي يكون الأول من نوعه. اللغة العربية بخير نظرا لماضيها الذي كان ضعيفا إلى حد ما قبل 2012، وبعد 2012 عندما أصبحت لغة أممية ولها النافذة الخامسة بين اللغات الأممية، ونرى التطور الذي يطرأ عليها في كل يوم، فبشائر الخير عليها بادية، والأعمال التي تقوم بها المؤسسات العربية وبخاصة المجامع والمجالس العليا، ونرى المشاريع التي تنجز، هذه المشاريع التي كانت عالقة ولكن أصبحت الآن من الأشياء التي تحقق الأحلام، فهذه المشاريع الكبرى هي التي سوف تزيل كل اللبس والعقبات التي تعيشها اللغة العربية، وبخاصة مع خريطة قادمة وهي خريطة 2026 التي نقضي على كل المضايقات، وتدخل اللغة العربية في باب الشيء الملموس الطبيعي، وتصبح لغة العطاء ولغة الحياة اليومية الوظيفية. إن الهدف من شهر اللغة العربية هو استكناه فعاليات اللغة العربية عبر أصولها الفقهية
وعبر تطورها الذي عرفته من خلال نهضتها المعاصرة وعاد الوعي، هذا الوعي الذي يعود بنا إلى زمن كانت فيها اللغة العربية هي لغة العولمة ولغة الفرنكة بالتواصل الحضاري، وأننا سوف نقف على محطات علمية منها ما يعود إلى ما له علاقة بنحوها وأصولها ومصطلحاتها، ومنها ما يعود إلى طرق أبواب المنصات والرقمنة. ولكي تكون اللغة العربية تعيش حاضرها لابد أن نمزج بين الماضي المغدق والحاضر المقلق، ولكن كيف نرفع هذا القلق الذي تعانيه اللغة العربية في ميدان الذكاء الصناعي. وهو كذلك تابعتم مشاهدينا الأعزاء هذا التصريح للبروفيسور صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والذي أعطانا توضيحات حول شهر اللغة العربية، والذي سيكون من خلال فعاليات عديدة وملتقيات وغيرها. سنتابع فيما يلي مشاهدينا الأعزاء تصريح السيدة حمزاوي أمال المكلفة بالإعلام أيضا على مستوى مجلس الأعلى للغة العربية، حيث قدمت لنا فكرة عن برنامج شهر اللغة العربية والذي سيدوم شهرا كاملا. إذن شهر اللغة العربية هو شهر العمل والتدريب والتقديم والتكريم والمسابقات، الذي سينطلق من 1 إلى 31 من ديسمبر، حيث نعبر فيه عدة محطات عبر الوطن الجزائر عن طريق ملتقيات وندوات دولية ووطنية وأيضا مسابقات. هناك محطات يعني عديدة، منها الجامعات الجزائرية وأيضا الجامعات الدولية، وأيضا الجمعيات كجمعية العلماء المسلمين، جمعية رؤى الثقافية، وأيضا مع السفارات كالملحقية الثقافية السعودية وإلى غيرها من المحطات. سيكون هناك فريق من المجلس الأعلى للغة العربية الذي سينتقل إلى هذه الجامعات، مثلا جامعة غردايا، جامعة ميلا، المسيلة، البرج، حيث قام المجلس باختيار عدة محطات تكون موزعة على الوطن، منها الشمال، الجنوب، الغرب والشرق. فمثلا في الشرق نأخذ ولاية ميلا التي لدينا معهم أو كجامعة معها ملتقى يوم 16 من شهر ديسمبر. جامعة غردايا كمثال في الجنوب هناك ملتقى دولي معها يوم 13 ديسمبر، وجامعة مستغانم 5 و6 ديسمبر. عدد الملتقيات حوالي 21 ملتقى وطني ودولي في نفس الوقت. هناك ملتقيات أخذت طابع دولي وملتقيات لها طابع وطني. بالإضافة إلى الجامعات هناك جمعيات مثل جمعية العلماء المسلمين هنا في الجزائر العاصمة، وجمعية رؤى الثقافية بولاية المسيلة. أيضا لدينا مع الملحقيات الثقافية للسفارات مثل سفارة السعودية، وأيضا لدينا محطات مع المكتبات الوطنية بالجزائر مثل مكتبة الولائية ببسكرة، المكتبة الولائية لولاية أم بواقي. أيضا نختم شهر اللغة العربية بتوزيع جوائز والشهادات على الفائزين في المسابقة الشعرية التي قام بها المجلس الأعلى للغة العربية، التي كان عنوانها في حبي للغة العربية. وفي الأخير نختم كل هذا العمل بجلسة عمل تقييمية لكل هذه المحطات لنتدارك يعني ما كانت فيه من نقائص للملتقيات يعني إن شاء الله القادمة.
كما أنه في هذا الشهر سوف يتم توزيع الكتب يعني في كل ولاية حوالي 300 كتاب في كل وجهة. في كل مرة نختار عنوان معين، وهناك كتب يعني كانت محضرة عناوين مسبقة لهذه الملتقيات تم طباعتها يعني مسبقا، ستوزع أيضا. منها مثلا ملتقى مستغانم تم طباعة الكتاب الخاص بالملتقى الذي هو في 3 أجزاء وسيوزع في الملتقى بإذن الله. وأيضا ملتقى ميلا تم طباعة الكتاب تحت عنوان التطوع اللغوي والذي سيوزع هو الآخر في الملتقى بإذن الله. ننقلكم مشاهدين إلى مدينة ورقلة لنتابع أجواء الأبواب المفتوحة على قطاع البحث العلمي الأكاديمي. نظمت الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية بجامعة قصد مرباح بورقلة أبوابا مفتوحة لقطاع البحث الأكاديمي والشريك الاقتصادي على الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية. اليوم قمنا بافتتاح افتتاحية الأبواب المفتوحة مع الشركاء الاقتصاديين هنا بالأرضية التقنية التحاليل الفيزيائية والكيميائية، وذلك بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وبحضور الأسر الإعلامية وثاني المدعوين الذين هما الشركاء الاقتصاديين الموجودون هنا في الجنوب الجزائري. المحطة التقنية للتحاليل الفيزيائية التي دشنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهر أكتوبر من العام الماضي تتوفر على طاقم بحثي يتكون من 20 مهندسا يقومون بالتحاليل في مجالات مختلفة، وذلك باستغلال وسائل وتجهيزات حديثة، وهي الميزة التي تعرضها المحطة للشركاء من خلال هذه الأبواب المفتوحة. دخلت هذه الأرضية في العمل رسميا وفي التحاليل الفيزيوكيميائية الموجهة لها، وكما ترون يعني خلال هذه الجولة رأينا أن هذه الأرضية يعني مجهزة بتقنيات وبآلات يعني بك أنا بارياج تري سوفيستيكي يعني عالي الجودة وحساس ودقيق جدا، بحيث أنها تقدم يعني أعمال وتحاليل جد عالية ومهمة لكل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين المتواجدين سواء على مستوى الولاية أو على مستوى الولايات الأخرى. وتسعى المحطة التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية التابعة لمركز البحث الوطني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ببوسماعيل لربط جسور التعاون مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي في مناطق الجنوب وفتح المجال أمامهم لإجراء تحاليل في مجالات مختلفة. الدور نتاعنا هنا أنا والزملاء نتاعي دونك عندنا ليزانجينيور دو ريشيرش، عندنا ليزانجينيور دو سوتيان دو ريشيرش، عندنا لي تيكنيسيان، دونك حنا الدور نتاعنا هنا هي مرافقة طلبة الدكتوراه دونك الشريك الأكاديمي في البحوث نتاعهم. وهذه المرة أول مرة يعني نعملوا أبواب مفتوحة للشريك الاقتصادي. الدور نتاعنا هنا في المخبر هو إجراء تحاليل فيزيوكيميائية للعديد من العينات، دونك هنا الدومين تاعنا سي تري فاست، دونك واسع جدا، يعني تدخل في التحاليل، كاين تحاليل بيئية، صيدلانية، علم السموم، التغذية، دونك واسع جدا. مخابر الأرضية التقنية للتحاليل تسعى من خلال استراتيجية المديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي إلى خلق أقطاب جهوية للتحاليل الفيزيائية الكيميائية ووضعها في خدمة المتعاملين الاقتصاديين لدعم المنتوج الوطني وخلق قيمة مضافة من تحقيق الجودة الشاملة وفق المعايير الدولية لزيادة تنافسية منتوجات الفاعلين الاقتصاديين محليا والتوجه نحو السوق الخارجية. اللي كاين بني جسر تعاون بين المؤسسات العلميه كما مركز البحث والاراضي التقنيه مع الشركاء الاقتصاديين، وذلك لتلبيه حاجياتهم التي هي في التحاليل الفيزيائيه والكيميائيه، لان الارضيه تاعنا توفر على تجهيزات وخبرات الله يبارك متقدمه، وذلك بهدف توفير هذه التحاليل
لكي لا يلجأ الشريك الاقتصادي سواء الخاص أو العمومي لإجراء هذه التحاليل في الخارج. هذا وينتظر مسؤولو البحث العلمي بجامعة ورقلاء أن يكون للأرضية تأثيراً على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية كذلك، للمضي قدماً بأساس تطوير القطاع. ومن ورقلة مشاهدينا الأعزاء نربط الاتصال بشلف، تحديدا بجامعة أشلف، أين سنحادث البروفيسور محمد حرات مدير جامعة أشلف التي شهدت انطلاقة أول فعاليات شهر اللغة العربية. أهلا بك بروفيسور. أهلا، مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إذن احتضنت جامعة شلف أول ملتقى في برنامج شهر اللغة العربية، كيف كانت الأجواء؟ نعم، حظيت شلف بشرف أنها تكون هي أول محطة ينزل بها المجلس الأعلى للغة العربية، وذلك في إطار شهر اللغة العربية بعد أن كان يوم عالمي فقط للغة العربية، وهي بادرة يعني تقدمت بها الجزائر إلى اليونسكو وقبلت، وكانت الجزائر هي أول الدول التي تحتفي بشهر كامل طيلة شهر كامل باللغة العربية. جامعة حاسيبة بن بوعلي بشلف أقامت هذا الملتقى الذي يدوم يومين 28 و29 من شهر نوفمبر، أتوا بمنجزات المجلس الأعلى للغة العربية بين الواقع والمأمول، وشهد حضور كل من مدير جامعة شلف ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وكلل هذا الملتقى بإمضاء اتفاقية بين المؤسستين، تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل ومرافقة الطلبة الباحثين وبخاصة طلبة الدكتوراه، وكذا تبادل ومرافقة الإطارات الفنية والإدارية بين المؤسستين. وكذلك تعاقب على المنصة حوالي 63 يعني مداخلة لطيلة يومين من شلف ومن خارج شلف، من وهران تلمسان إلى تمثيلة الجزائر العاصمة البويرة وغيرها من الولايات، التي تحدثت عن إنجازات ومنشورات وما قدم المجلس الأعلى للغة العربية. نعم، بين أهم أو الإشكالية التي قامت عليها هذا الملتقى هي ما هي الإنجازات العلمية والفكرية التي تميز بها المجلس الأعلى للغة العربية، والتي كانت سببا في بعث صداه خارج الوطن العربي وتبيان قدرة استعمال اللغة العربية في أكثر من مجال. الملتقى هذا يهدف إلى الاطلاع عن قرب عن منجزات المجلس الأعلى للغة العربية، والوقوف على مواكبة المجلس الأعلى للغة العربية واستجابته لمتطلبات الواقع اللغوي في الجزائر. هذا الملتقى تمحور حول 6 محاور. أولا، المجلس الأعلى للغة العربية، النشأة والتأسيس. ثم نتحدث عن صناعة المعاجم، وهي الصناعة رائدة فيها في المجلس الأعلى للغة العربية. ثم الرقمنة والمعلوماتية، اتجه المجلس الآن إلى رقمنة أعماله ومنشوراته. ثم الحديث عن المواطنة والتعايش اللغوي، خاصة في الواقع الجزائري، هذا التداخل اللغوي الذي نعيشه كان يهدف دائما المجلس الأعلى للغة العربية إلى فرض ما يسمى بالتعايش والتسامح اللغوي. ثم في المحور الخامس كان عنوانه المشاريع اللغوية، هناك مشاريع كثيرة يقوم بها المجلس، من المعجم التاريخي للغة العربية، منها معجم موسوعة أعلام الجزائر، مشروع معلمة المخطوطات إلى غير ذلك. وفي الأخير تحدثنا عن الملتقيات والندوات العلمية والمنشورات التي كان يقيمها المجلس الأعلى للغة العربية. نعم بروفيسور محمد حراث، أثريتم محتوى المجلة، مجلة العلوم، شكرا على مروركم الكريم. شكرا لكم. شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا. مجلة الشهاب العلمي، مجلة علمية تصدر عن جمعية الشعرى لعلم الفلك الجزائرية ووحدة البحث في الوساطة وكذا مديرية البحث العلمي. المجلة تتضمن مواضيع متعلقة بالتطوير التكنولوجي بالجزائر، المواضيع الفلكية بصفة خاصة والعلمية بصفة عامة، وهي من إعداد عدد من الباحثين وهواة الفلك المتقدمين
من شتى المجالات. مجلة الشهاب العلمي تهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتبسيطها للعامة، وتحاول تقريب الأفكار من المصادر الموثوقة عن طريق الحوارات التي تجريها مع العديد من العلماء والباحثين في أنحاء المعمورة، وهي مجلة مستوحاة أو مستوحى اسمها من مجلة الشهاب التي أسسها العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمة الله عليه. نربط الاتصال مشاهدينا بالبروفيسور جمال ميموني، أستاذ في التعليم العالي ورئيس جمعية الشعرى الفلكية. بروفيسور ميموني أهلا بك. بروفيسور ميموني أهلا بك. مجلة الشهاب مجلة علمية أطلقت مؤخرا، هي بمثابة خطوة أولى في طريق نشر الثقافة العلمية، أليس كذلك؟ شكرا، بارك الله فيك. فعلا هذه المجلة الفتية هذه هي الخطوة الأولى وخطوة متأخرة، لأن الجزائر حتى الآن ما عندهاش حتى مجلة علمية ومجلة في الثقافة العلمية، ونظن الشباب والجمهور عموما كان ينتظر مجلة كما سيونسي في كما بور لا سيونس كما سيونسي افنيغ. هذه المجلات التي كانت تجينا في الجزائر بكري والناس تربوا عليها، كانوا ثانويين كانوا طلبة. فهنا هنا المجلة الشهاب العلمي، مجلة التي إلى حد ما أتمنى أن تسد هذا الفراغ في الثقافة العلمية بالوسائل المكتوبة. متى ستكون في الأكشاك؟ نعم، موجود في بالشكل الالكتروني وفي الاكشاك، يعني ستكون ان شاء الله الاسبوع الجاي موجوده في كل اشكاك عبر الوطن. درنا اتفاقات مع كل الموزعين دو ديستريبيوتور دو بريس شرقا غربا ووسطا. من المفروض توجد مجلة الشهاب العلمي في الاكشاك والمكتبات يعني بشكل عادي ان شاء الله. عنا دونك نتمنى الاسبوع الجاي وفي اقصى حد الاسبوع اللي بعد. نعم، بروفيسور جمال، من هم قراء هذه المجلة؟ من هو جمهور؟ من سيكون جمهور المجلة؟ الجمهور العام، يعني مجلة علمية متبسطية، سي اون ريفي دو فولغاريزاسيون سانتيفيك، تاخذ كل مواضيع خاصة المواضيع الكونية والفلكية ولكن علمية عموما للمتمدرسين للناس لعامة الناس فعلا. في هذه المجلة تاعهم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. عفوا نذكر حتى الشعار في المجلة، قبس من العلم في كل بيت، هذا ما نريده عن طريق بهذه المجلة. نعم، بما أنكم تقولون أن المجلة صدرت، هل ممكن يعني أن تعطينا فكرة عن أول عدد وما تحويه؟ طيب جيد، هي الحق العدد الرابع فقط، هي الرابع والعدد الأول صبغته الجديد والذي سيتم طبعه ورقيا، دونك غيكون في الاكشاك. الاعداد السابقه كانت موجوده الكترونيا. فماذا تحتوي؟ ما هي ماذا يحتوي العدد هذا؟ عدد خاص حول القمر بكل جوانبه وارتياد الفضاء مع ذكرى ابولو، ابولو في 69، دونك عندنا في ذكرى 51. عندنا بعض يعني استجواب مع بعض الناس اللي شاركوا في البرنامج ابولو حصريا، منها جيمس هيد الذي درب كل الرواد الفضاء من ابولو ابولو 11 لابولو 17 ودرسهم الجيولوجيا كيف يلتقطوا الصخور القمريه. عن فاروق الكاز ثاني المصري الشهير الذي كان يعني ساهم في ايجاد المكان تاع النزول تاع ابولو 11 اول ابولو مركبه. عندنا هذا من جانب وكذلك مواضيع حول هل فعلا نزل الانسان سطح القمر
لان ما زال الناس يشككوا في هذا الامر. عندنا مختصين يناقشوا القضيه ويجيبوا الحجج الدامغه حول فعلا ان الانسان نزل الى سطح القمر. عندنا يعني اركان اخرى للصغار الشاطر الصغير، عندنا اركان الصوره الفلكيه من طرف الهواة الجزائريين، وعندنا عموما يعني مقالات متنوعه حول كل العلوم المستجدات العلميه. نعم، محتوى شيق الفلكية في العالم العربي وفي افريقيا وفي الجزائر. نعم وأركان. نعم، محتوى شيق ومشوق بروفيسور جمال ميموني، شكرا على هذا التدخل وأعطيتمونا فكرة حول المجلة، أشكركم مرة ثانية. مشاهدينا، نهاية برنامج مجلة العلوم لهذا العدد. أشكر مرة ثانية ضيوفي السيد غربي محمد غربي منير، إطار بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. شكرا على حضورك معنا. شكرا على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله من خلالكم، من خلال مجلة العلوم وقناة المعرفة، وأنتم تساهمون كذلك في ترقية هذا الفضاء الذي يعنى بتشجيع الابتكار وتشجيع كل الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات من أجل بعث مؤسسات ناشئة، وكذلك حتى دعم الحاضنات ودعم الجانب العلمي الذي يعنى بالابتكار. إن شاء الله تكون في فرص أخرى لنشاطركم، وكذلك حتى مختلف متابعيها في المجلة وآخر الأخبار إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر أيضا عبد الفتاح حارزي، رئيس لينكوبيتر. نعم، شكرا لكم على الاستضافة، تشرفنا أننا شاركنا في هذا الحصة، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى في القريب إن شاء الله. ونشكر مشاهدينا على حسن التتابع، نلقاكم في أعداد أخرى بإذن الله، دمتم بخير.